السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله البنات غندير معكم واحد الوصفه فرنسيه كنقولوا ليها لا تارتيفليت. كدار بالبطاطس وكنديروها باللي زاليميت نتاع الدجاج اولا ديال لا داند، هانتوما غادي تشوفوا معايا، وبواحد الفرماج سبيسيال ديال لا تارتيفليت. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، تجربوها كتجي لذيذه البنات. بونجور ا توس، بيانفوني سور ما شين. اجوردي جو في فير افيك فو لا ريسيت دو لا تارتيفليت. اون باس توت سويت اوز انغريديون. دونك البنات باش غنصاوبوا هاد لا ريسيت ديال لا تارتيفليت كنحتاجوا البطاطس. البطاطس سلقتها وحيت ليها القشره، كنسلقوها في الماء. وغادي نحتاج لهاد لي زاليميت ديال الدجاج. تقدروا ديروا اي حاجه عندكم البنات ديال لا داند، ديال يعني اي حاجه متوفره عندكم، مورتاديلا ولا هادو يعني سبيسيال كنشريوهم انا مصاوبين هكذا مبخرين. وغادي نشوفوا كيفاش غادي نصاوبوهم. عندي جوج بصلات البنات، وعندي هاد الفرماج خاص بلا تارتيفليت. فرماج نتوما غتشوفوا كيفاش كيجي. غنحتاج الفلفل الاسود والملح. اول شيء البنات كنديروها في هاد الوصفه، غادي نشحروا هذيك البصله. دونك عندي هنايا زيت الزيتون، غادي ندير الزيت باش غادي نشحر فيها البصله ديالتي. دونك جو مي لويل دوليف اي ابري جو في كوبي مي زونيون، جو في لي كوبي اون لاميل فين، كنقطعهم مشنفين رقاق من الاحسن. دابا البنات غادي ندي البصله ديالتي تشحر ونعاودو نرجعو باش تشوفو كيفاش غنكملو هاد الوصفه هادي اللي كتجي صراحه هائله. نتمنى ان شاء الله تجربوها. دونك غادي ندي البصله ديالتي تشحر ونعاودو نرجعو. بعد ما خليت البصله ديالتي البنات طاحت شويه، كنزيدو هادوك لي زاليميت. دونك جراجوت لي زاليميت دو بولي، وغادي نخليو هادشي غيتشحر. غادي ندير شويه الملحه، غنديرش الملح بزاف لان هاد لي زاليميت كيكونوا ديجا مالحين. دونك جو في سالي بوافري، وغادي نرد هادشي فوق العافيه البنات يتشحر ليا ونعاودو نرجعو. دابا البنات غادي نجيبو البطاطس ديالنا، غنقطعوها دي غونديل، نقطعوها دوائر. وغادي نستفوها. دونك جو كوت ما بوم دو تير، وهنا البنات عندي لا كريم فريش، غادي نملحها شويه وغندير لها شويه ديال الكوزه، نس ما عرفتش كيقولوا لها الكوزه يعني. غندير واحد لاكوش وهاد الطبق شويه غني يعني. هنايا كيديروه ملي كيكون يعني ملي كيكون البرد، ولكن لذيذ. دونك كنديروا شويه ديال الفلفل الاسود. دونك جو مي ان تي بو دو بوم دو بواغ. وهنايا غادي ندير النص ديال البصله وهذوك لي زاليميت ديالي. دونك جو مي لا مواتي دي زاليميت اي دو لونيون. موا جو مي جو في دو كوش
بور ما تارتيفلات. كاين اللي كيدير غير كوش وحده البنات، انا كيعجبني ندير هاد دو كوش، ودابا غادي نديرو عاوتاني كوش ديال البطاطس. وعاود ثاني غندير لاكوش ديال لاكريم. وعاود ثاني غنديرو الطبقة اللي بقات ديال البصلة. البنات خصكم تجربوها لانها كتجي هائله، والوليدات كيحمقوا عليها. ودابا غادي نديرو الطبقه الاخيره ديال البطاطا. وهلا حبايبي غنديرو اخر مرحله، هي ديال الفخوماج، هذه هي السر ديال هاد لا تارتيفلات. كنقطعوه بهذا الشكل هذا، انا مكنبغيش نديرو غليظ، كاين كيديرو غليظ، نحطو هكا. البنات دونك استفنا الفرماج، انا كيعجبني ندير شويه ديال باه الفلفل الاسود فوق الفرماج. دونك moi je mets mes quatre mélange de mes 5 b j'adore ça. moi les enfants aussi je les ai habitués. الفران ديالنا شاعل على 180 البنات، كندخلوا لا تارتيفلات ديالنا. انتوما كتشوفوا غتشوفوا ان شاء الله كيفاش كتجي البنات. هاد الفخوماج كيدوب عليها كامل، كتجي هائله. نتمنى ان شاء الله تجربوها البنات، ونقول لكم ابتدا البنات لا تارتيفلات ديالتنا وجدات. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها باذن الله، كتجي هائله البنات. في انتظار وصفه قديمه على قناتي، كنقول لكم الى اللقاء وبون ابيتي بيان سور. دونك نوتر تارتيفلات ا ما فاصون اي لي بريت. جيسبر كو فوزافي ايمي لا فيديو، دونك نوبلي با دو لايكي. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.